المح وزير الاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى وجود مخطط أمريكي لم يعلن عنه رسميا ويجري العمل على صياغته في أروقة البيت الأبيض، يهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم في الأردن وسوريا ولبنان والعراق. وتأتي هذه التصريحات وسط أنباء تفيد بأن إدارة ترامب بدعم من صهره ومستشاره جاريد كوشنر وأعضاء في الكونغرس يعملون على إنهاء وضعية اللاجئ لملايين الفلسطينيين من أجل وقف عمل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين الأونروا.